عند باب الفتوح، واللي هناك دوت باب النصرية ولا النصر حاجة زي كده. هنخش هو دلوقتي باب الفتوح. باب الفتوح عشان الناس كانت زمان هما بيطلعوا الحروب بيطلعوا منه، باب النصر ومرجعين منه. عشان في تجديدات هنا اهي، مكان التجديدات. استنى في سلم هناك نطلعه نجيب تذكرة. هو اطلع المكان ده بكام؟ اطلع المكان ده بكام؟ والله مش عارف، هو التذاكر بتتباع هناك عند بيت القاضي، بس بكام الله اعلم. بيت فين بيت القاضي؟ هتفضل ماشي على طول لحد ما تلاقي كمين زي كده، عربية في وشك زي كده. طيب ماشي شكرا. هتلاقي شباك التذاكر في وش العربية على طول. طيب والمكان ده اسمه ايه؟ ده الحاكم، انما السور ده بتدفع تذكره اصلا عشان تخش بقى السور، وبتخش اماكن تانية فيها في الشارع جوه. طب الحاكم ده اخش ازاي برضه نفس التذكره؟ لا الحاكم ده تخشه عادي. طيب ماشي. هو سألنا الحاكم ده بنخشه عادي، مش عارف نخش ازاي اصلا. وبعد كده نخش بقى ايه، نروح نقطع تذكره، وبعد كده نرجع تقوله تاني عشان نطلع المبنى الطويل ده، السور الطويل ده. اه الحاكم هناك، خش. المبنى دوت مبنى جديد يعني مش قديم، هما بيبنوه دلوقتي جديد عشان اكيد يعملوا مول او حاجه، انا مش فاهمها. احنا الاول زي ما سمعت من راجل لازم اتمشى حد كمين هناك عشان اعرف ادفع تذكره اقدر اخش بيه المبنى السور اللي هنا دوت، واقدر اخش بيه بقيه الحاجات اللي هي اثريه في المكان ده. مسمينه المتحف الكبير، متحف المفتوح، مش متحف كبير، متحف المتحف المفتوح ده اسمه جامع الحاكم بامر الله. بص الجامع الكبير ده، بس انا هنضطر نقلع كوتش، افتكرت مفيش سجاد وهنخش عادي. نضطر نقلع كوتش، نقلع كوتش. لسه مش دلوقتي؟ على الظهر. ماشي شكرا. الجامع ما بيفتحش غير على الظهر، يعني مش عارف نخش من فيه الا على الظهر. واحنا دلوقتي الساعة 8:30 الصبح ولا 9 الا ربع تقريبا، يعني انسى ان نخش الجامع ده النهارده، مش احنا هنمشي قبل كده بكتير عشان الظهر الساعة 1 الظهر، فاحنا قدامنا كده 5 ساعات ونص ولا حاجة. خلينا بقى ماشيين بقى نشوف بقى الأماكن التانية، يعني راح علينا الجامعة ده. كنا ممكن نطلع القبة اللي فوق ديت ولا مينفعش؟ معرفش. بعدين هنجرب كل حاجة، بس أصلا معرفش الشعر ده اسمه ايه. الشعر ده تقريبا اسمه امتداد شارع المعز تقريبا. الشجر ميت. احنا النهارده يوم الاحد الساعة 9:15 تقريبا، الساعة 9:15 الصبح. بص اليافطة مكتوب عليها ايه؟ مكتوب عليها كل الحاجات الأثرية، آثار شارع المعز لدين الله. يبقى هو ده شارع المعز، هو باب الفتوح اللي احنا عدينا من عليه، اللي احنا الراجل قال لي روح ادفع فلوس، وبعد كده سور القاهرة الشمال اللي هو ده تقريبا، وجامع وسبيل، وكتاب سليمان أغا كده، وبيت السحيمي كده، وسبيل وكتاب الرحمن كتخدة، مجموع سلطان المنصور قلاوون، ومكتب التذاكر كده. يعني هيعملوا مكتب التذاكر في كل حته تقريبا عشان بدل ما يمشونا ويرجعونا. مش مشكله، ادينا رايحين. احنا الصبحيه بدري فمفيش حد فاتح، وده حاجه حلوه لينا عشان ما بقاش الدنيا زحمه، بس حاجه وحشه ان انا مش عارف اوريكم المكان ده بيتكلم عن ايه.
عشان ممكن اسال يعني الحاجات دي بتبيع ايه هنا وكده. التذاكر منين؟ تذاكر قدام عند كمين الشرطة. اه تقريبا هو ده كمين الشرطة. لو كده نحجز ونرجع تاني بسرعة. هوقف الفيديو اول ما احجز ونرجع تاني بسرعة نقدر نطلع الصور. ده بازار بعد الفجر كده. يبقى كده بازارات يعني كده حاجات سياحية كلها. ودي هدايا اكسسوارات. الشارع كله فاضي ومحد مقفولة كلها. خلاص لو تبص على الحاجات كلها كلها بتتكلم عن هدايا واكسسوارات وتجارة معادن. لا يعني دي كل حاجة تقريبا. دي احنا رايحين اهو لل تقريبا هو ده كمين جاي بتاع التذاكر. يعني حاولوا يحطوا زي يعني التذاكر محطوطة في النص ورغم ان الاثار بدأ من ورا. في حاجة انا مش فاهمها. بص المقبرة المنبر الطويل هناك دوت. مكتب بريد المعز الدين. يبقى اكيد ممكن التذاكر هنا. التذاكر تقريبا مش هنا برضو عشان ده مش كمين بليز. هنسأل لسه. السلام عليكم. التذاكر اللي بتاعت الدخول انا طول زي ما انت ماشي كده الكمين هيقابلك على اليمين والمبنى هيقابلك على الشمال. ماشي شكرا. اه على طول زي ما انا ماشي. ما احنا عارف انا فاهم ان احنا جايين في مكان غلط ودخلنا المكان الغلط. ده شارع امير الجيوش. احنا احيانا نخش بقى من هناك تقريبا وبعد كده نيجي ده كله. تقريبا هما بدؤوا من هناك هم يعملوا بقى مكانين للتذاكر. مكان من اول التذاكر اللي هنا من نص شارع معز تقريبا ولا ايه. ومكان من اول التذاكر من عند السور اللي احنا دخلنا من عنده من بوابة الفتوح. عشان اللي يخش من هنا يقطع تذاكر ويعدي على كله. واللي يخش من هنا وراح على باب الفتوح او باب الناصرية لسه عن لسه مش نهوش يعدي على كله. اما مش يخش ويبقى يمشي ده كله وبعد كده يرجع تاني يعني هنكون هلكنا. طول ما انت ماشي يعني المحلات كلها قديمة بس الديزاين بدأ يتجدد تقريبا. يعني بص بتوع الازهر هناك. تعال نبص على بتوع الازهر دول. بص المكان ده عامل ازاي. مسجد الانحدار هو ده اللقطة الطويلة ديت. ده مسجد الانحدار معرفش هل ينفع اطلعه ولا مش ينفع اطلعه. دول بتوع ازهر اندونيسيين تقريبا. جامع وسبيل وكتاب سليمان اغا. يبقى ده مسجد الانحدار ده حاجه تانية. هو ده بدخول بفلوس من التذكره قدام لسه شويه اخر الشارع. طب ما يعملوا تذكره هنا ويعملوا تذكره هنا بقى. استغفر الله العظيم. يعني التذكره لسه اخر الشارع وهنقعد نمشي ده كله تاني. يعني السياح اللي هم دخلوا غلط زي كده ممكن ما يرجعوش تاني اصلا. تقريبا دول الضفه تخرج الاندونيسيين. السلام عليكم. السلام عليكم. ايه بدي دفعة اندونيسيين الازهر. يبقى احنا هنروح الاول. يبقى احنا هنروح دلوقتي نصور. راح نشوف نصور الاول الاماكن. ايه ده بص الاماكن ده هتعمل ازاي. بص دي قهوة بلدي ولا ايه. دي مشروع توثيق وترميم منطقة بيت السميحي. لا ده بيت السميحي دوت مكتوب هناك. اها بص اها اثار شارع معز. دي الاثار ديت اكيد بفلوس. والتذكرة قدام يعني لسه نطلع هناك ناخد التذكرة. نطلع نتمشى ناخد التذكرة. سطوح ابو العربي ده محل قافل كمان. سطوح ابو العربي ده مشويات وطواجن وقعدة فوق حلوة اهو. انا عايز اخش يمين والله وشمال بس عايز اروح اجيب التذكره الاول.
بس بص المكان ده شكله حلو جدا. بص الاساتذه عاملين ازاي. ده انتيكة الاساتذه دول، مش للبيع 100%. ده مصوراتي بتاع زمان، بس 100% مش هو المصور يعني، او هو معرفش. شوف الاساتذه بتاع بيت العربي للمشويات، ابو العربي، ابو اساتذه تاني اهو. لا معمول حلو والله. نكمل. اذا بص الجامع ده تعمل ازاي كده، ينفع اطلع من بره فوق دي ولا مش هينفع؟ معرفش، بس الحواري جوه حلو، عايز اخش بس مش عارف اخش غير لما اروح اجيب التذاكر. بس اللبس ده لبس اللي لسه بنات متجوزه جديد عشان رقص وكده. صدريه معز الدين الله. ادينا مكملين لغايه لما نشوف الكمين. اول ما نشوف الكمين هنضطر نشتري تذكره ونرجع تاني نشوف الحاجات اللي فاتت دي كلها. بس هوقف الفيديو بقى لحد لما ارجع تاني عشان اخش لكم واحده واحده، عشان ارجع ده كله تاني وانا بصور. تقريبا هو ده الكمين. ادينا هنروح نشوف، يا رب يكون هو، عشان لو مش هو هنضطر نمشي لحد اخر الشارع بقى ومعرفش ايه الاخبار. ده عمارة طالعة جديدة في منطقة قديمة، قول بلاقي 30 20 سنة العمارة دي. التذاكر منين؟ هو الكمين ده ولا اللي بعديه؟ اخرة ال يعني لسه. سبحان الله والله. ويعني دلوقتي اللي هيجي بعد كده ما يخش بقى من عند باب مفتوح، يخش بقى ينزل بقى عند الازهر كده او عند الحسين، ويمشي بقى من عند المعز هناك من خان خليل لغايه هنا. كل شويه امني واقف، شكل امني وكده زي ما بيدلوك الاماكن ديت، ولو في زحمه بيعملوها، ولو في مشكله بيحلوها بعيد عن الشرطه. يعني هم اكيد بيشغلوا تحت الشرطه. بس المباني ديت جميله ازاي، المباني بص عامله ازاي، جميله بس ما شاء الله. معرفش المباني ديت كلها ديت مسكونه ولا ديت خاص مهجوره دلوقتي. بس المبنى عامل ازاي، شارع المعز الدين الله النحاسين سابقا. النحاسين يعني ده قبل ما يكون اسمه المعز الدين، ده هو بقاله مش عارف فوق كذا قرن كان قبل كده اسمه النحاسين. النحاسين اكيد عشان بيت مثلا بتاع نحاس وكده، كان شارع بتاع النحاس زي شارع الخردوات والحاجات دي. ده بص ده شارعين، ده شارعين متقسمين شارعين. هو الشارع ده اسمه ايه؟ شارع المعز. ده التنبكشيه، حاره التنبكشيه. حاره اسمه ايه؟ التنبكشيه. التنبكشيه اسمه غريب جدا. جوار سبيل عبد الرحمن كتخشه. جوار سبيل عبد الرحمن كتخشه. طب ده الامن اللي قدامي ده اسمه ايه؟ ده سبيل عبد الرحمن. سبيل عبد الرحمن. اسامي صعبه جدا، اكيد مش عارف اخش هنا. بيت الهدايا اكيد 100% مش عارف اخش هنا غير لما ادفع تذكره. هو ده لازم التذكره؟ تذكره الدين طبعا. طيب ماشي. الدفع لازم بالفيزا. التذكره المصري ب 20 جنيه. اه ب 20 جنيه تذكره مصري. هتخش بقى السبع اماكن. تصوير متاح.